أحمد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ صالح. نعم تفضل يا أحمد. صالح نحبكم في الله يا شيخنا. جزاك الله خير. سمع. حياكم الله. شيخ صالح صلى الله إليكم بارك في علمكم. ما الفرق بين الإخلاص والصدق والقبول والانقياد؟ بارك الله فيكم شيخ. الإخلاص يكون في العمل، يعني تخلص لله عملك فلا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، تخلص نيتك لله ولا إرادة للدنيا وطمع الدنيا، هذا الإخلاص. والصدق هذا يكون في الأخبار، لا تخبر إلا بشيء فلا تخبر بشيء إلا وأنت صادق، لا تخبر بأخبار كاذبة. والثالث القبول العمل. قبول العمل يكون بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله ينفي جميع أنواع الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنفي جميع أنواع البدع والمحدثات. نعم.